طيب الله يخليك. طيب ولا شرير؟ شرير طبعا. ليه بقى؟ لا شرير عشان خاطر انت بتشتغلي في رمضان وانا واخد اجازه في رمضان. الله اكبر الله اكبر. لا ده مش بقول ده، سايبك تشتغلي وانا واخد الله اجازه. الله اكبر. لا ان شاء الله دايما ودايما متالقه. واخد اجازه ليه؟ رمضان. يعني رمضان اكيد الناس مش عايزه تسمع اللي انا بطلع اتكلم فيه والسياسه والحاجات دي كلها، ناس عايزه كده تفك اعصابها شويه. صحيح. طيب مفهومك او تعريفك للطيبه، متى تقول عن شخص انه طيب؟ بصي هو سؤال كويس قوي، لان يعني عندي واحد صديقي لما حد يجي يقول له فلان ده طيب يقول له سوري، يعني يقول له ده الحمار طيب. مش هو ده الطيب. الطيب اللي هو البني ادم طيب المعشر، البني ادم اللي يعني احنا بنتطيب حتى. فالطيبه هي اساس ان يبقى القلب نقي، يبقى الواحد بيتعامل بصفاء مع الناس. ومش كلام كلاشيهات اللي انا بقوله لك، هي الفكره كلها فكره احنا، انت قلتي في البدايه خالص اصدقاء. فهي دي الفكرة. الصداقة دي مبنية على أننا نبقى مفترضين في بعض حسن النية، ده طيبة. لما يجي بعد كده تتقلب لحاجة تانية فيقول لك آه ما هو أصلا طيب، لا ده في الحالة التانية دي سذاجة. وليه دايما بيتقال على الطيب أنه ساذج؟ لا ده غلط، لأن الساذج ده واحد والطيب ده واحد تاني. لأن الطيب بيبقى عارف اللي قدامه بيفكر في إيه، بيعمل إيه، عايز إيه، ورغم كده بيفوت بمزاجه. الساذج ده اللي هو ممكن تحكي عليه بكلمتين. ودايما بيقال عن الطيب انه هو مش ذكي، كان لازم اذا كان طبيب طيب ما يبقاش ذكي، وان الشرير هو اللي ذكي. لا الشرير عنده نوع من انواع الذكاء والطيب عنده نوع من انواع الذكاء. وانا بقول ان في من ضمن انواع يعني الذكاء اللي بيتسمى في ذكاء اجتماعي وده غيره، لكن في ما يسمى بالذكاء العاطفي. الانسان الطيب بيعرف امتى اللي قدامه محتاج له قوي، امتى اللي قدامه محتاج يسمع منه، امتى مش طايق يسمع منه نصيحة فمش وقته ان انت تديله نصيحة. الطيب هو اللي يفهم اللي قدامه او يحاول انه يفهم اللي قدامه عشان خاطر في الاخر ما يضايقهمش.